زهقت، عملت الفيديو دوت 5 مرات، بقول لكم دي المرة الأخيرة. ماشي، السلام السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ولاء مكاوي. النهاردة هعمل لكم مشروب صحي وطبيعي جدا، واهم حاجة انه بيقوي المناعة، بجد حلو جدا. انا عارفة مش هيعجب اولادكم لانه في نسبة مرارة شوية. ممكن تحط لهم عليه شوية عصير طبيعي طبعا، او تحطوا مثلا شوية من العسل شوية من السكر وتحلوه لهم ويشربوه مرة الصبح ومرة بالليل. المشروب حلو جدا، فظيع جدا، وطبيعي 100%. يا ريت تجربوه. ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وشير للصفحة، وشير للمعلومة ديت، وشير للفيديو ده بالذات، لاني هينفع ناس كتير. يلا بينا نشوف الطريقة والمكونات. معانا ليمونة كبيرة، هنقطعها شرايح بالشكل ده وهنحطها في البولة، وهنقطع البرتقانة بنفس الحجم وهنحطها مع الليمون، وهنبدأ نضيف المواد الجافة. معلقة كبيرة من الجنزبيل، معلقة كبيرة من الكركم، معلقتين من العسل النحل، ومعلقة كبيرة من حبة البركة. هنقلبهم كويس وهنفضيهم في علبة نظيفة ومتنشفة وتكون محكمة، وهنحطها في التلاجة، ممكن نحفظها لمدة أسبوع أو أكتر. وفي كوباية هننزل بمية سخنة، وننزل بمعلقتين من المكونات اللي احنا عملناها، وهنقلبهم ونشربهم. ويستحسن اننا نشرب مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. مشروب طاقة وحلو جدا وبيقوي المناعة، بجد مكونات رهيبة. ياريت تجربوه وإن شاء الله هيعجبكم.